أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مليون سؤال في العلوم والتكنولوجيا. سنحاول في حلقة اليوم الإشارة إلى أكثر الخرافات انتشارا وإلى بعض الأخطاء العلمية الأكثر إشاعة، وذلك من باب نشر العلم الحقيقي ومحاربة الجهل والخرافات. فما هي أكثر الخرافات والأخطاء العلمية الشائعة بين الناس؟ هل أثبت العلم حقا وجود 7 أبواب للسماء أو لغلافنا الجوي هذا الذي نراه بالعين المجردة؟ ولماذا يتم تحديد أماكن معينة لصعود المركبات الفضائية في كل أنحاء العالم؟ في الحقيقة هذه المغالطة أو الخرافة لا علاقة لها بالعلم إطلاقا، بل إنها نابعة من تفاسير رجال الدين الذين لا يعرفون من العلم شيئا. فعلميا أو نظريا يمكن إطلاق الصواريخ من أي مكان في الغلاف الجوي، ولكن تكلفة بناء قواعد أو منصات لإطلاق الصواريخ في مختلف أنحاء العالم هي مكلفة جدا. ورغم هذا ففي عصرنا هذا يوجد منصات عديدة جدا لإطلاق الصواريخ في كل أنحاء العالم. وللأسف حتى يومنا هذا ما زال الذين يدعون الإعجاز العلمي يستشهدون بهذه الخرافة. والخرافة الثانية تتمثل في عدد الكواكب، فكم عدد الكواكب في نظامنا الشمسي الذي يقع في مجرة درب التبان والتي تحتوي على 200 مليار نجم؟ وهل حقا هناك 11 كوكبا والشمس والقمر فقط؟ يجب أن يفهم المشاهد أنه يوجد شمس واحدة في نظامنا الشمسي والكثير من الأقمار، وهناك أنواع عديدة من الكواكب، ونذكر منها الكواكب الأرضية أو الصخرية وهما 4 كواكب: كوكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وكواكب عملاقة وهما المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وكواكب القزم وهما 5 وأحدهما هو بلوتو، وكان يعتبر أصغر كوكبا، ولكن الاتحاد الفلكي الدولي قام بإعادة تعريف مصطلح كوكب في 2006 واعتبر بلوتو كوكبا قزما ليصبح عدد الكواكب في المجموعة الشمسية 8 فقط. ورغم هذا ما زال الذين يدعون الإعجاز العلمي يكذبون على الناس ويقولون أن هناك 11 كوكبا فقط. أما المغالطة الثالثة أو الخرافة الثالثة هي تكمن في أن الرجال يستعملون الجهة اليسرى من أدمغتهم وهي المسؤولة عن المنطق والحسابات العقلية وغيرها، وأما النساء فيستعملن الجهة اليمنى وهي المسؤولة على الأحاسيس والعاطفة. وهذا أكبر الأخطاء الشائعة ولا أساس له من الصحة إطلاقا، بل المرأة والرجل يستعملان كلا من النصفين الأيمن والأيسر ويستعملانهما في كل شيء، والاختلاف بين أدمغتهما طفيف جدا ولا علاقة له بالمنطق أو العاطفة إطلاقا. بل لأكون منصفا، فالمرأة حين تستعمل دماغها تتواصل الجهتين أو النصفين الأيمن والأيسر كثيرا في التفكير، وذلك يزيد من قدرتها على تعدد المهام. أما الرجل فدرجة تواصل النصفين الأيمن والأيسر مع بعضهما بعضا قليلة جدا مقارنة مع المرأة. ولكن علميا يستعمل الرجل والمرأة النصفين الأيمن والأيسر تقريبا في كل شيء. أما الخرافة الرابعة فتكمن في الإصابة بالزكام، فغالبا ما يرجع الأطباء إصابتنا بالزكام إلى الغسل بالماء البارد أو الخروج في الجو البارد بألبسة غير دافئة، وهذا للأسف من الخرافات الشائعة. ففي الحقيقة لا علاقة مباشرة للغسل بالماء البارد أو الجو البارد بالزكام إطلاقا. فالزكام هو فيروس يصيب الإنسان وهو متواجد في الهواء، ولكن ربما الغسل يضعف أجهزتنا المناعية والجو البارد قد يساعد على تكاثر الفيروسات أكثر. ولكن علميا حتى يومنا هذا لا يوجد علاقة بين الزكام وبين الجو البارد أو بين الغسل بالماء البارد إطلاقا. أما آخر خرافة فهي أن الإنسان هو الكائن الوحيد على سطح هذه الأرض الذي لديه وعي، أما الحيوانات فلا تمتلك الوعي، وهذا ليس صحيحا إطلاقا. ففي الحقيقة هناك أدلة علمية قاطعة تشير إلى أن البشر ليسوا فريدين في امتلاك الركائز العصبية التي تولد الوعي إطلاقا. فالحيوانات، ونذكر منها الثدييات والطيور وحتى الأخطبوطات، تمتلك هذه الركائز العصبية مما يجعل منها حيوانات ذات وعي. وربما الشيء الذي لا يعرفه المشاهد العزيز أن حتى الأطفال عندما يولدوا يكون نسبة الوعي عندهم ضعيفة جدا وتتطور يوما بعد يوم، فهم لا يستطيعون حتى معرفة أنفسهم عند مشاهدة المرآة، وبعد عام ونصف أو عامين يستطيع الطفل الصغير معرفة نفسه في المرآة. وهذا دليل قاطع على أن الوعي يتطور مثله مثل السمع أو النظر أو التفكير أو أي شيء. وفي الأخير عزيزي المشاهد، عليك أن تعلم أن هناك الآلاف من الخرافات والإشاعات المنسوبة إلى العلم، وللأسف لكثرة ما تسمعها كل يوم
وأحيانا من عند أساتذة جامعيين تجعلك تعتقد أنها حقائق علمية لا غبار عليها. فأتمنى أن تكون حلقة اليوم تحتوي ربما على خرافات صادمة قليلا لتجعلك تفكر في كل ما كنت تظنه حقيقة علمية، وتحاول أن تبحث بنفسك عن المصادر العلمية التي تستند إليها بعض أفكارك واعتقاداتك. فمثلا 1+1 ليس دائما 2، وذلك حسب المجموعة التي كنت تتكلم عنها. فمثلا 1+1 في مجموعة الأعداد الطبيعية ذات الأساس 10 هي 2، أما مجموعة الأعداد الطبيعية ذات الأساس 2 فهي 10، وفي المنطق الناتج هو 1 فقط. أما في الأخير فأتمنى أن تكون أعجبتكم حلقة اليوم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. ومن لديه بعض الخرافات أو الأخطاء الشائعة المنسوبة إلى العلم فأرجو أن يكتبها في أسفل الفيديو لينتفع الجميع، وشكرا لكم.